لقد أعلنت إمارة شيروانشاهلار مدينة باكو عاصمة جديدة لها، وذلك بعد الزلزال القوي في مدينة شامخي في القرن 12. وقد تم إنشاء قصر شيروانشاهلار في عهد شيروانشاه إبراهيم الأول، وهو أبو خليل الله الأول. إن المكان الذي تم بناء القصر فيه يعد مقدسا، وهناك ضريح للشيخ السيد يحيى الباكوي، وهو أحد شيوخ الطريقة الصوفية الخلوتية، حيث أنه كان زعماء شيروانشاهلار شيوخا للطريقة الصوفية الخلوتية. ودفن شيروانشاه خليل الله الأول مع أهله في حديقة القصر، وكان المبنى يستخدم قصرا للأمير، وكانت الآبار في حديقة القصر تشتهر بخصائصها العلاجية. وسابقا كانت توجد 52 غرفة في مبنى القصر المتكون من طابقين، إلا أنه بسبب القصف في الفترات المختلفة لم تصل إلى زمننا هذا سوى عدة غرف.